مولود برج القوس كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 10 ديسمبر كانون الأول حتى الأحد 16 ديسمبر كانون الأول 2018. الشمس ببرجكم، هيدا أمر ممتاز لأنه بيسمح لكم إنكم تغيروا الأمور اللي أنتم بتريدوا تغيروها. عندكم القدرة والإرادة لحسم الأمور، لقلب المعطيات ولتغيير المسار كليا إذا أنتم بدكم. بهيدا الأسبوع في عنا القمر عم يتنقل من برج الجدي حتى برج الحمل، الأضواء مسلطة على أمور شخصية، على مقابلات ولقاءات، وينتهي الأسبوع بحل وبتسوية. الأبراج اللي أنا بحكي عنها هي الأبراج الشمسية حسب يوم الولادة، والتوقيت هو توقيت بيروت، لما الساعة بتكون 12 الظهر بلندن بتكون 2 بعد الظهر بتوقيت بيروت. إذا كيف بده يكون الأسبوع؟ الاثنين 10 ديسمبر القمر موجود ببرج الجدي، بيت المال بالنسبة لك. في احتمال مولود برج القوس تكون أنت شخص عم تستثمر بحالك، عم بتقوي حالك، عم بتنمي قدراتك، خبراتك، يمكن دخلت بنادي، يمكن دخلت بمدرسة، بورشة عمل، في احتمال تكون عم بتناقش مسائل مالية، في احتمال تكون عم تدفع بعض الفواتير. انتبه لفحوصاتك، لامتحاناتك الدراسية، انتبه لك الشخص بيمتحنك بسؤال يمكن منك منتبه انه هو امتحان. الثلاثة والأربعة القمر موجود ببرج الدلو، الثلاثة والأربعة القمر موجود ببرج الدلو، بالنسبة لإلك هيدا جو بعتبره ممتاز لأنه بيسمح لمولود برج الدلو اللي موجود مولود برج القوس إنه يحكي، يحكي بجرأة، يحكي ويطلق العنان لأفكاره، يطلق العنان لمخيلته، يطلق العنان لهال التنوع يلي هو بحب يدخله على حياته. الأجواء عندك بتسمح بحرية مطلقة، عندك القدرة للتعبير عن الرأي بطريقة مذهلة ومثيرة، مثيرة للدهشة، تلفت الأنظار بسرعة الخاطر عندك إياها، بسرعة التصرف، الريفلكس اللي عندك إيه. أولادكم مواليد برج القوس بيكونوا كثير منتبهين، كثير شاطرين، عم بيشاركوا بالصف، وعندهم أجوبة مهمة جدا. كمان نفس الشيء إذا أنت بتشتغل، رح بيكون في عندك أكتيفيتي ونشاط ديناميكي جدا جدا. الخميس 13 ديسمبر، الخميس 13 ديسمبر القمر موجود ببرج الدلو حتى الساعة 3 إلا ثلث بعد ظهر توقيت بيروت. هاي هي الفترة يلي بعتبرها فترة مهمة جدا لحتى مولود برج القوس يوصل فكرته، إذا ما كنت بعد وصلتها الثلاثة والأربعة. إذا الخميس حتى الساعة 3 إلا ثلث فترة جيدة جدا للكلام، للسفر، للتنقلات. طبعا إذا أنتم بالقارة الأمريكية لما بيبدأ يوم الخميس بتكونوا صرتوا مع موقع للقمر في برج آخر. إذا الخميس 13 ديسمبر وجود القمر ببرج الدلو حتى الساعة 3 إلا بعد الظهر بتوقيت بيروت هو مؤشر إيجابي للتعبير عن الأفكار والدفاع عن الحقوق أو حتى للوصول إلى طرح المشاريع والمفاوضات. ابتداء من الساعة 3 إلا ثلث بعد الظهر بتوقيت بيروت ووصول القمر لبرج الحوت، نوعا ما هون مولود برج القوس بحس حاله انه بده يرتاح وبصير بفضل الأماكن الهادية الرايقة وبيبعد شوي عن الجمعات الكبيرة، وبفضل يكون يا إما ببيته يا إما لحاله يا إما بصحبة أشخاص كتير قليل، لكن أشخاص very friendly كتير بيرتاح معهم، يعني بحاجة يحس بالهدوء والطمأنينة. إجمالا مولود برج القوس لا يظهر عاطفي، لكن يوم الجمعة يوم الخميس مساء هو بحاجة إلى دعم الآخرين. الجمعة والسبت 14 و15 ديسمبر ومع وجود القمر ببرج الحوت طيلة هاليومين واضح إنه مولود برج القوس حابب إنه ينوع ببيته، حتى بالفرش اللي عنده بالأثاث، حابب يطور شيء في منزله، حابب يطور شيء بحياته الشخصية، حابب يهتم بعائلته، بنمطه، بروتينه اليومي،
حابب يهتم بصحته، حابب يهتم يمكن بعائلته، أو يمكن العائلة تكون هي عندها متطلبات. بعد مواليد برج القوس يمكن فعلا يفكروا رسميا في تغيير مكان الإقامة أو في الارتباط أو في السفر. الأحد 16 ديسمبر، ومع وجود القمر في برج الحمل، تأثيرات رائعة مهمة جدا، بتحمل مكاسب، بتحمل تغييرات، وبتحمل بوادر لانفراجات و أرباح، مكاسب، أخبار سارة، مفاجآت ما كنتم متوقعينها، كل الأمور، الدولاب بيبرم لصالحكم. الأحد هو من أفضل أيام هيدا الأسبوع، وبتكمل معكم الإيجابيات ليوم الاثنين 17. الأكثر حظا في هيدا الأسبوع، كل هيدا الأسبوع، وفرصة ذهبية بانتظاركم مواليد 29 و30 نوفمبر تشرين الثاني. هنالك فرصة لا بأس بها عند مواليد 20 و 21 ديسمبر كانون الأول. بدي أتمنى لكم أسبوع كتير حلو، إلى اللقاء مع أسبوع آخر وأبراج أخرى. باي باي.